طب دكتور، حجم آدم يعني يا ترى يوم القيامة كلنا هنبعث في حجم نعم. آدم؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم 60 ذراعا في السماء. 60 ذراع يعني حوالي مثلا عمارة 12 دور كده، تخيلي حضرتك ده حجم سيدنا آدم. وعندما نبعث يوم القيامة نبعث على هيئة سيدنا آدم. ده الموضوع أكبر من كده، ده في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ضرس الظالم، الدرس بتاع الإنسان الظالم في الدنيا، الدرس اللي جوه بقه، ها، كجبل أحد، حجم جبل أحد. تخيلي حضرتك حجم جبل أحد، فما بالك الفك قد إيه، فما بالك جسمه قد إيه، لأنه كلما ازداد الحجم كلما ازداد إحساسك بشدة الإيه، نسأل الله العافية، بشدة العذاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا شر العذاب يا رب. أكيد أكيد. طيب ممكن